مثيرة للاهتمام، ألا وهي الاهتمام العالمي الكبير بالأقليات في كل بقاع العالم وما يتعلق بحقوقهم التي لا زالوا ولا زلنا معهم نطالب بتحقيقها. ومن أهم تلك النقاط التي يجب أن نقف عندها ألا هي حق المواطنة. حق المواطنة طبعا اليوم يختلف من منطقة إلى أخرى، يعني لو أخذنا على سبيل المثال في منطقة الشرق الأوسط قد تكون مساوية أيضا لبعض المناطق في أوروبا. فعلى سبيل المثال في العراق وبعض الدول العربية لا زال الكثير لا يملكون حق المواطنة، مثلا النساء والأطفال الذين خلفهم نظام داعش الإرهابي. وأيضا هناك أيضا في الكويت لا زال بعض المواطنين أيضا لا يملكون حق المواطنة، وفي أماكن أخرى. وأيضا لو أتينا إلى بعض الدول الأوروبية لا زال الكثير من المهاجرين الذين اضطروا بسبب الحروب الخارجية إلى ترك بلدانهم ومن ثم النزوح إلى أوروبا وتكوين أقليات في أوروبا وخصوصا النساء والأطفال، لا زال الكثير منهم لا يملكون إقامات أو حتى مواطنة. ونذكر على سبيل المثال وليس حصرا سويسرا، هناك الكثير من النساء والأطفال لا زالوا ينتظرون حتى حق الإقامة إذا لم نقل حق المواطنة. أنا أتصور من هذه النقطة يجب الوقوف عندها ودراستها بشكل جيد، لكن أود أن أطرح التساؤل التالي أختم به. إذا كانت بعض الدول لا تريد أن ترى مهاجرين على أراضيها ومن ثم يكونوا أقليات، فلماذا يقوموا بتصفية حساباتهم في تلك الدول وشن الحروب ومن ثم الناس والشعوب هي التي تدفع ثمن هذه الحروب ومن ثم النزوح وتكوين هجرة وما إلى ذلك وتسبب اضطرابا وخربطة في الأمور؟ شكرا جزيلا، السلام عليكم.